قال لصاحبه يقول أنا استفدت من الدنيا هذه أمرين اثنين. والله ترى كلام جميل إن شاء الله تعالى. يقول استفدت من هذه الدنيا أمرين اثنين وتجاوز 80 يعني خبرة. قلت استفدت أمرين اثنين. قال ما هما؟ قال لا تغضب إلا لأمر عظيم. يعني أمر تافه لا تغضب. تبي تغضب اغضب على شنو؟ شيء شايد. يقول لا تغضب إلا لأمر عظيم. قال طيب هذا الثاني. قال كل أمور الدنيا تافهة. يعني شنو؟ لا تغضب ما تستاهل. والله ما تستاهل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة ما كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان في دين الله بس. أما أمور الدنيا ما كان يغضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. يتصور النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيته يقول